غزوة اليوم فيها تفصيل جدا بتخليك فخور بنفسك لأنك حفيد من أحفاد هذول الصحابة. الغزوة الوحيدة التي تواجه فيها جبريل ضد إبليس، معركة شرسة جدا كان فيها أعداد المسلمين أقل بكثير من المشركين. ونزل النعاس في تلك الليلة مع المطر، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على الجثث وأخذ يخاطبهم الذي خلى الصحابة تقشعر أجسادهم من المواقف اللي رأوها. السلام عليكم ورحمة الله. معركة اليوم سميت بالفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل، وحدث فيها أشياء أظهرت أهل الحق من أهل الباطل، وكان أول نصر للمسلمين اللي خلى لهم هيبة بين قبائل العرب. غزوة بدر قصة حقيقية حصلت بالواقع. ولما اشتد الأذى على المسلمين في مكة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا بالمنام، لأنه هاجر من مكة لمنطقة فيها نخيل كثير، فعرف النبي أن هذه المنطقة هي يثرب، المدينة المنورة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطط للهجرة، وانتظر النبي إلى يوم من الأيام إلى أن جاءه حجاج من المدينة لمكة للحج، جايين من المدينة. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام فأسلم ورجعوا للمدينة المنورة، ومن ثم رجعوا لمكة ومعهم رجال كانوا من الأوس والخزرج. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى المدينة ومعهم مصعب ابن عمير، وانتشر الإسلام بكل بيت من بيوت المدينة المنورة، وأصبح للإسلام سيطرة وسمعة على أجواء المدينة المنورة. فتدخل إبليس بنفسه لمواجهة النبي والإسلام، فتمثل إبليس لقريش ورحلهم على صورة أعرابي، وأعطاهم رأيه بقتل محمد قبل ما يهاجر. فهذه كانت فكرة إبليس، فخططت قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله للنبي بخطاتهم وأخبره، واتفق النبي مع علي بأن ينام مكانه، وحصل الحاصل، وهاجر النبي ومعه أبو بكر إلى المدينة، واستقر النبي هناك. فأخذت قريش بنهب أموال الصحابة الذين هاجروا للمدينة، وأخذوها مع أبا سفيان للتجارة إلى الشام، ولم يأخذ أبو سفيان معه سوى 40 رجل استهتارا بالمسلمين وبأموالهم. وانطلقت القافلة للشام، ووصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فجهز مجموعة من 200 رجل لاعتراض القافلة، وانطلقوا إلى منطقة اسمها العشير، ولكن وصلوا متأخرين، وكانت القافلة متجاوزة المنطقة بأيام. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي السنة الثانية من الهجرة أرسل النبي طلحة ابن عبيد الله وسعيد ابن زيد عشان يتأكدوا هل القافلة خرجت من الشام عائدة إلى مكة أم لا. فانطلقوا إلى منطقة تسمى الحوراء، وشافوا فعليا قافلة أبا سفيان، بس ما كانوا يعرفون أن أبا سفيان كان حاطط نقاط مراقبة عشان يعرف هل في ناس تتربص به وبالقافلة أم لا. هذه من حنكة أبي سفيان. فتأكدوا أن أبا سفيان راجع إلى مكة، فتحركوا إلى المدينة، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأن القافلة تحركت من الشام إلى مكة. فجهز النبي جيشه لاعتراض القافلة، فتجهز الجيش بدروع بسيطة، ولم يعلموا أنها ستتحول إلى معركة مع أكبر قوة في الجزيرة العربية، وكانوا 319 رجل. لم يكونوا مستعدين لحرب لأنهم خرجوا لإعتراض قافلة، وكان معهم فرسان 2 فقط، وكان معهم 70 من البعير، كل 3 يتناوبون على بعير واحد. فكان بعير النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي وأبا لبابة، وعلي وأبو لبابة تنازلا عن دورهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي: ما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حب الصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم. المهم، وصل النبي لمنطقة اسمها بيوت السقية، قريبة من المدينة شوي، وعسكر هناك، وبعض المسلمين انسحبوا بسبب صغر سنهم، والبعض تعب، والنبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بذلك لأن الموضوع طبيعي جدا، لأن الموضوع فقط اعتراض قافلة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل برجلين ليروا إلى أين وصلت القافلة. وصلوا الرجلين إلى بدر وهم يترقبون خبر القافلة،
فحضر أحد المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل فزيع صاحب فزعة، وقال: أنا بساعدكم ضد قريش، وهو معروف بجرأته. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تؤمنون بأن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال له، فقال النبي: لا أستعين بمشرك. فألح الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يرفض، إلى أن آمن الرجل وشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانضم لجيش المسلمين. إن نرجع للرجلين اللي أرسلهم النبي، وكانوا يراقبون القافلة عند بدر، فلمحوا القافلة من بعيد، فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بقدوم القافلة. فوقف أبو سفيان من بعيد ونزل واقترب من بدر ليشيك على المنطقة في بدر، فلم يجد أحد. فسأل أهل بدر فقالوا: ما شفنا إلا تنين، وما نظن أنه وراهم شيء. فسألهم عن المكان الذي كانوا جالسين فيه الرجلين، فاقترب من المكان وما شاف إلا روث للخيول، فمسك الروث بيده فوجد فيه نوح، فأرسل بسرعة إلى مكة يستنجدهم، وقال: والله إن عيون محمد علينا، إن هذا الروث روث أهل يثرب. شوف ذكاء أبا سفيان، عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه من الروث. فانطلق رسول أبو سفيان إلى مكة، وحول أبو سفيان طريق القافلة إلى منطقة ساحلية، ودخل الرجل لمكة وهو يصيح بأهل مكة أن محمد اعترض القافلة. عندما أرسل أبو سفيان رسوله إلى مكة لينقل نبأ اعتراض محمد للقافلة، كان دخول الرسول إدرامي بكل معنى الكلمة. الرجل دخل بثياب ممزقة، وهي عادة تميز العرب لإبراز أهمية الرسالة وخطورتها، وبمجرد دخول مكة بدأ يصيح بأعلى صوته ليخبر أهل مكة بأن محمد قد اعترض القافلة. يا معشر قريش، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، ولا أرى إلا أن ناشرا الذعر والقلق في كل أرجاء مكة. سمع أبو جهل الصوت المدوي فصرخ بحماس: هذا يومك يا محمد، والله لا نرجع إلا ورأسك معنا. وبدأت مكة تتحول إلى خلية تستعد للحرب، ودقت قبول الحرب، وجهزوا جيشا ضخما من 1300 مقاتل، كلهم مسلحين ومدججين بالعتاد، ومعهم 500 درع. تصور هذا المشهد، عزمهم الشديد ألا يعودوا إلا برأس محمد. ولكن بينما تجاوز أبو سفيان منطقة الخطر، أرسل قيس إلى مكة برسالة يطمئنهم: نحن بخير، القافلة نجت وكل شيء تحت السيطرة. وصلت رسالة قيس إلى سادات قريش، ولكن الغضب كان يتملكهم، رفضوا بشدة فكرة العودة، وخاصة تحت تأثير أبو جهل لعنه الله اللي كان يصرخ: نعود قبل إذلال محمد، مستحيل. أخذهم الكبر ولم يهدأ لهم بال، وعندما وصلهم خبر أن محمد معه فقط 300 رجل ازدادوا تصميما: نحن 1300 مقاتل وهم 300، ونعود لا وألف لا. دقت طبول الحرب وقرروا ألا يعودوا إلا برأس محمد. وكان مع قريش 100 فارس والفرسان، يعني ان النصر يكاد يكون مضمون لهم، ومعهم 100 ناقة، مما جعلهم متجهزين تماما للحرب في ذلك الوقت. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وعلم بأمر قريش، أدرك أن الأمر قد تحول من اعتراض قافلة إلى حرب ومعركة شرسة، وأن السيطرة على الأمور قد بدأت تفلت من أيدي الصحابة ومن أيدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة متوترين جدا، والجميع خايف، والجميع بيعلم أنه أعداد المشركين كبيرة ومتجهزين للحرب، وهم ما جهزوا التجهيز المناسب للحرب. وأثناء طريقهم إلى بدر كان التوتر يسيطر على المسلمين، لدرجة أنهم أكلوا من ثمار وجدوها على الطريق، فأصابهم بآلام في بطونهم. وعندما وصلوا إلى بدر وجدوا شابا أسمر يستقي من بدر لقريش. فأمسكوا الصحابة وسألوه عن عدد قريش، فجابهم بارتباك: هم كثيرون، والله كثيرون وشديد البأس. فغضب الصحابة من جوابه وضربوه، ثم عادوا ليسألوا مرة أخرى.
عازمين على معرفة المزيد من خصمهم اللي بدهم يواجهوه في المعركة القريبة. فأعاد نفس الإجابة وحسوا إنه قاعد بخوفهم، فسحبوا إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عددهم، فأعاد نفس الإجابة، فسأله النبي كم يذبحون من الإبل باليوم؟ شوف ذكاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال في اليوم 10 من الإبل. فسكت رسول الله وقال هم إذن 1000. فقال الصحابة كيف يا رسول الله؟ قال كل بعير لمئة، وفعلا كانوا 1000، لأن 300 رجعوا بعد خبر أبي سفيان بأن القافلة عدت من منطقة الخطر. وفجأة بدأ المطر ينزل بشكل غزير. هذا المطر فجأة بدون سابق إنذار، فتجمع الصحابة تحت شجرة وهم خايفين، والرسول تحت المطر رافع إيديه وبدعو ربنا سبحانه وتعالى: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. الدنيا ليل ومطر وصباح موت محتم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في اللجوء إلى الله والابتهال حتى سقط رداءه عن كتفيه. فجاءه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغطاه بردائه قائلا: حسبك يا نبي الله، فقد ألححت على ربك. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم باستشارة الصحابة، فقالوا له: والله يا رسول الله، لو تخذ البحر لخذناه معك، والله لن نتركك وحدك يا رسول الله، لن نفعل ما فعله قوم موسى لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فشار الحباب بن المنذر بمشورة جدا رائعة، فقال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلك الله وليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. عندها أشار الحباب بأن الأفضل الانتقال إلى موقع آخر حيث تكون آبار الماء خلف المسلمين، مما يجعلنا نتحكم في الآبار فنشرب وهم لا يشربون. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على المشورة، وانتقل الجيش الإسلامي إلى المكان الجديد. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوري الصحابة مكان جثث سادة قريش، يقول: هنا مكان أبي بن خلف، وهنا مكان أبو جهل، وهنا مكان فلان وفلان، وهنا مكان فلان وفلان. والجميع كان مصحصح، لأنه بكرة موت، بكرة معركة شرسة بكل معنى الكلمة، بكرة اغلبنا راح يموت. كان الأمر صعب على المسلمين إنهم يناموا، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء النعاس، فقال سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. سبحان الله، حتى المناوب على الجيش يعني الحارس نام وأمنهم سبحانه وتعالى، وأنزل ربنا سبحانه وتعالى الملائكة وصحي المسلمين، وكان لازم يكون الأرض طين من ماء المطر، بس كانت عند المسلمين ثابتة. قال سبحانه وتعالى: ويثبت به الأقدام. أما عند المشركين كانت الأرض طين وصعب تمشي فيها. فعلا ثبت الله سبحانه وتعالى أقدام المسلمين، فصف النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وجعل وراء الصف الأول الرماة، بحيث إذا اقترب أحد المشركين ينزل الصف الأول والرماة ترمي المشركين. وكان بين المشركين إبليس، وكان متشكل على شكل سراقة ابن مالك، وكان يقول لهم: لا غالب لكم اليوم، أنتم القوة العظمى اليوم، أنتم ما راح حد يغلبكم، وهذا اليوم يومكم. وكان يشجعهم، وكان عند العرب قبل المعركة
يطلعوا أقوى المقاتلين للمبارزة، يعني مثل التسخين. عندما تهيأ الفريقان للقتال في بدر، خرج 6 من الفريقين للمبارزة، 3 من المشركين و3 من المسلمين. فخرج من المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ونادوا: من يخرج لنا للمبارزة؟ فخرج 3 من الأنصار لله درهم: عبد الله بن رباح وعوف بن الحارث وأخوه معاذ بن الحارث، وقالوا: نحن نبارزكم. فسألهم المشركين: من أنتم؟ فقالوا: نحن من الأنصار. فقالوا: يا محمد، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا، يعني طلع لنا من قريش أولاد عمنا. فقال النبي لحمزة وعلي وعبيدة: قوموا. فقام الأبطال ووقفوا أمامهم وقالوا: نحن حمزة وعلي وعبيدة. فقالوا: عرفناكم أكفاء كرام. شوف، العرب كانوا أعداء ولكن كان عندهم أخلاق، كرامة وعفة، فيهم خلق مع كفرهم، والشباب حميانة معهم، بدهم يبارزوا حمزة وعلي وعبيدة. فتقدم حمزة إلى شيبة بن ربيعة وتبارزوا واشتدت المبارزة، ولكن خرج حمزة وسيفه ملطخ بالدم، أي بدم شيبة، فكبر المسلمون. فتقدم علي ليبارز الوليد بن عتبة، ولكن خرج علي برأس الوليد فرماه فكبر المسلمون. وجاء وقت عبيدة رضي الله عنه، فقاتل عتبة ابن ربيعة، وعتبة ابن ربيعة من أشد المقاتلين بالقوم، فتبارزوا مع بعضهم وكل واحد ضرب الثاني ضربة قوية، اللي خلى حمزة وعلي رضي الله عنهم بالتدخل، فضربوا عتبة ضربة قاتلة وأخذوا عبيدة، وكان عبيدة مضروب بضربة قوية، وكان عبد الرحمن بن عوف يشاهد المبارزة كاملة. ولما شاف عبيدة ضرب ضربة قوية دخل لنفسه شيء من الخوف، فنظر عبد الرحمن إلى يمينه وشماله ليرى من حوله لمساندته في القتال، فشاف شابين أعمارهم 14 سنة. إيش هالبلية، أنا لوحدي وما حد كفو جنب. وما انتهى عبد الرحمن من التفكير إلا بواحد من الشابين يدقه واسمه معاذ، فقال له: يا عم، أين أبو جهل؟ فقال له: ماذا تريد بأبو جهل؟ فقال الشاب ابن 14 سنة: إني سمعت أن أبا جهل سب النبي، وأمي أوصتني ألا أرجع قبل أن أقتله. فاطمأن عبد الرحمن بن عوف عندما رأى صغار المجاهدين من الصحابة يتسابقون لقتل أعتى عتاة قريش، وبدأ الجيشين يستعدون للقتال. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء ويدعو الله: اللهم آتني ما وعدتني. فقال أبو بكر للنبي: هون عليك يا رسول الله، وإلا بالملائكة تتنزل بأمر الله. فحضرت الملائكة لساحة المعركة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين يتبع بعضهم بعضا. وإبليس شاف الملائكة، وكان إبليس متشكل بصورة سراقة بن مالك، فمسك نفسه وبده يهرب من أرض المعركة. فمسك الحارث بن هشام فقال له: يا سراقة، أنت أول ما بتشجعنا والآن بتهرب. فرد إبليس: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، أنتم مو شايفين الملائكة. فاستغربت قريش وهم ما يعرفون أنه هذا إبليس، وهم يفكروا أنه سراقة. فهجم المشركون على المسلمين، ولما اقتربوا نزل الصف الأول وأخذ الرماة بضرب السهام على المشركين، فانسحب المشركون وأعادوا الكرة، فثبت المسلمون وثبتوا، وبقي المشركون يقاتلون لآخر رمق. وبلش المشركين يتعبون جدا، وبدأ العطش يركبهم والتعب. ولما انسحبوا من الهجمة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهجموا عليهم فقد ضعفوا. فهجم المسلمون وهم يكبرون، والملائكة كلهم، والمسلمين كانوا يشوفوا أناس قاتلين معهم وأول مرة بشوفوهم. ومن هذول الناس 2 على جنب النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون عنه أشد القتال، لابسين البياض
ومن الأحداث في أرض المعركة عبد الرحمن بن عوف شاف أبو جهل فتذكر الشابين فنادى على الشابين وقال هذاك وأبو جهل هذاك أبو جهل فركضوا ركضة واحدة الأول ضرب خيل أبا جهل والثاني ضرب أبو جهل في حلقه بس أبو جهل كان في نفس فضرب أبو جهل واحد من التنين في كف فقطع يده وما تم ماسك فيها إلا شوية من اللحم في كتفه وبقي الشاب يقاتل ولكن يده المعلقة تمنعه من القتال فوضع يده تحت قدمه وسحبها والملائكة تجوب أرض المعركة ويوم تعب المشركين تراجعوا وهربوا والمسلمون يلحقون بالمشركين والمشرك بيكون شارد فيسمع المسلمون بصوت مثل ضربة الصوت ورأس المشرك تطير لوحدها فراح واحد من الصحابة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم بيخبره باللي شافه رؤوس تطير لوحدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ذلك من مدد السماء الثالثة يعني ملائكة من السماء الثالثة وانتصر المسلمون وما استشهد من الصحابة ومن المسلمين سوى 14 شخصاً.